ميكس اف ام هي كلها في الميكس. كان اي انا اقدر مع المستشار. اقدر اكون اقدر اصير. كان اي دو ذات وبحلمي اطير. اقدر اكون اقدر اصير. كان اي دو ذات انا اقدر. بدأنا اليوم بداية مختلفة، بدأنا بأغنية بس إحنا نحلم. كيف قصة اليوم؟ قصة نجاح طبيب سعودي، من النادر أن يتخصص الأطباء في أكثر من تخصص. هذا الطبيب يتخصص في 3 مجالات مختلفة ذات علاقة واحدة. كيف قدر يوصل؟ إيش الخطوات اللي أخذها؟ إيش الإنجاز اللي تحدث لأول مرة في العالم يسجل في المملكة العربية السعودية في مجال طب الأجنة والأطفال والعقم؟ كيف المركز اللي أسسه هذا الطبيب في أحد المستشفيات الخاصة الآن يعد من أفضل المراكز عالميا في الإنجازات الطبية كنسب تحقيق نجاح؟ إيش هو المركز؟ إيش هو التخصص؟ نبدأ زي ما بدأ، بداية بسيطة جدا، بداية تقول لكل شخص أنا ممكن أكون هذا الطبيب، أنا ممكن أكون هذا الإنسان الناجح. الفرق أنه في إرادة، في حلم، في رسالة حيوصلها. الآن الطبيب في غرفة العمليات لسه ما وصل الاستوديو. ولادة من الطائف عام 1973 ميلادي، والده ضابط برتبة عقيد. كيف كانت شخصية والده اللي أثرت عليه شخصيا وأكسبته الثقة؟ إيش التصرفات اللي كانت في الطفولة تعطي الثقة لطفل تجعله بمقام رجل؟ والده يعمل في الأمن العام، ثم في قوات الأمن الخاصة، ثم في قوات الطوارئ، ثم بالجوازات كمساعد لمدير الجوازات في الرياض. معروفين الضباط بالصرامة، ناس ما عندهم تجاوزات، ناس يعرفوا السير في طريق مستقيم فقط. يبدأ في مدرسة العاصمة النموذجية في مدينة الرياض. طبعا الولادات في الطائف كونهم من الطائف بعد الولادة يرجعوا على الرياض. في المرحلة الابتدائية من الأوائل، أو بالأصح الأول، من الصف الأول ابتدائي إلى السادس ابتدائي. في حادثات تحدث في هذه المرحلة تغير من حياة الإنسان. والده وبكل ثقة يرسل أخوه الأكبر وهو في الصف السادس الابتدائي مع طبيب اليوم اللي كان في الصف الثالث الابتدائي، يرسلهم إلى بريطانيا، إلى المملكة المتحدة، وحدهم عند عائلة يتعلموا اللغة الإنجليزية. كيف صقلت هذه الغربة حياة هذا الشاب؟ كيف الجرأة في هذا الضابط اللي يعطي كل هذه الثقة لأطفال يسكنهم مع عائلة؟ كيف التربية الأساس اللي يتربى عليه الإنسان ممكن يكون بكل ثقة أساس متين، يعرف أنه ممكن أحط أولادي في أي مكان وأنا عارف أنه لن يؤثر عليهم أحد، الأساس أنا بنيته بنفسي. 12 سنة كافية أنه أنا أرسل، هذا قراره طبعا، وجهة نظره، أني أنا أرسل أبنائي بهذا السن ليتعلموا اللغة، وكيف ممكن يتعلموا في هذا البلد النظام، اعتماد العائلة على نفسها، اعتماد الأبناء على أنفسهم. الصف الثاني والثالث المتوسط تبدأ المراحل تختلف والنتائج تختلف. في المرحلة الثانوية، الصف الأول الثانوي كان الأول، الصف الثاني الثانوي كان الثاني، الصف الثالث الثانوي يتخرج ب98.5%. إيش كان ميوله؟ وإيش كان رغبة والده؟ هل أتبع ميوله أم أتبع رغبة والده؟ نروح لإعلان، نرجع بعدها بأغنية ونسمع قصة نجاح
دكتور يصر على ما يريد. حنتعلم اليوم كيف تطلب وتطالب بحقك، كيف إذا حسيت نفسك مظلوم ما تسكت على حقك، كيف يكون عندك هدف وتتعلم من الأفضل. تواضع، قدوة، عزيمة، إتقان، الخطوات الأربعة للنجاح. تواضع عشان تعرف أنك ما عندك المعلومة. قدوة، شوف أفضل إنسان في المجال في العالم تعلم منه. عزيمة، مثل ما هو وصل أنا أقدر أوصل. إتقان، إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. نرجع بعد الإعلان. القصة حافلة بالإنجازات، الطفولة، مرحلة الطفولة، الغربة، التعلم، كيف بدأ هذا الطفل الصغير بإبراز المواهب، كيف كان في المدرسة، في المدار، في مرحلة الثالثة الابتدائي يحضر، يعني اللي يميز المدارس اللي ترتبط بالقطاع الحكومي العسكري إنه المدارس أو السكن اللي يتواجد فيه الضباط في أندية خاصة. نتذكر قصة الكابتن أحمد صبان اللي كان في القاعدة الجوية في الطائف، ثم القاعدة البحرية في الرياض، في نوادي متخصصة، نوادي متكاملة بجميع الأنشطة. طبيب اليوم بدأ يلعب لعبة الجمباز من الصف الثالث الابتدائي. الصف الخامس الابتدائي، الأب اللي يعطي الثقة يرسل هذا الطفل الصغير إلى المدرسة أو الكامب أو المخيم اللي كان يتعلم فيه. طبيب اليوم، شخصية نجاح اليوم، كان يتعلم الجمباز، رجع بعد ما تعلم من الأفضل. إذا في قاعدة تسمى لهذا الطبيب إنه إنسان تعلم من الأفضل دائما، راح لأمريكا، رجع انضم إلى المنتخب السعودي، أخذ المركز الأول على الجهاز الأرضي. طبعا لعبة الجمباز فيها أكثر من مرحلة أو أكثر من جهاز، أخذ المركز الأول والميدالية الذهبية في الجهاز الأرضي، ولديه أكثر من 40 إلى 50 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية. المرحلة الثانوية كانت بشهادته هو، جلسات طرب، بلوت، شماغ على الكتف ورايح المدرسة لابس أكرمكم الله شبشب شرقي، كان يطول شعره. حصل ظرف في المدرسة، عملوا له مجلس تأديبي وحلقوا له شعره. أشاهد من هذه التفاصيل الدقيقة إنه أنا، أنت، أنتي، أي شخص الآن عنده تصرفات ممكن تكون تصرفات طبيعية في سنه، لا يفكر ولا يفكر أبوه أو والدته أو أي شخص حوله إنه يقلل من قيمة هذا الشخص. أي إنسان ممكن، لا يغرك المظهر، لا تحكم على الشخص من مظهره. كيف ممكن هذا المظهر يخفي عزيمة، يخفي إصرار، طلعات شباب، تمشيات، أوقات فراغ مقضية في ألعاب بلوت وجلسات وتمشيات. ماذا كانت رغبته بعد تخرجه من الثانوية؟ طبعا نحب نمسي مرة ثانية على الجروب الرائع اللي كان متفاعل بشكل منقطع النظير بالأمس على الفيسبوك، الناس اللي أفادوني كثيرا جدا بمداخلاتهم وأراءهم. تتذكروا أماني؟ أماني اللي كانت تشتكي في السابق في عملها أنه الناس ممكن يترقوا بناء على محاباة، وكانت النصيحة أنه ركزي في عملك، طوري نفسك، اقرأي في مجالك. أماني ما شاء الله حصلت على الترقية، والآن تبشرنا بمعلومة جديدة، أول اجتماع بعد الترقية عبت نفسها معلومات ودخلت الاجتماع. دخلت الاجتماع تدلي بأفكار كانوا يحاولوا يحبطوا من معنوياتها، يكسروا مجاديفها، لكن معلوماتك هي أساس استثمارك. قرش تصرفه على تعليمك يعود عليك ب33 ضعف. الآن أول ما يطرح موضوع في الاجتماع يترك المجال لأماني، أول واحدة تتكلم في الموضوع. وهنا كان الاستثمار في قصة نجاح اليوم، قصة نجاح في التعليم. كان هذا الشاب اللي عايش حياته أكثر أخوانه شقاوة، مواقف طريفة، مضاربة على تليفون البيت، ما كان في جوالات في السابق، عشان يرد على تليفون البيت
ركب تليفون لاسلكي وطلع فوق سطح المنزل وركب إريال طوله 5 متر فوق السطح. يرن تليفون المنزل، أبوه يرفع السماعة يلاقيه فجأة على الخط وهو خارج البيت. قال له أنت فين؟ طلع في السيارة بيرد على التليفونات. الشخصية هذه توافقها رغبته في العمل في مجال الطيران، يبغى يصير طيار، كابتن طيار، الحياة المناسبة لشخصيته، إنسان يحب السفر، يحب التمشية. لكن في قاعدة كانت قديما، خلاص أنت متفوق دراسيا يعني يا دكتور يا مهندس، ما لك حل. والده قال له لازم تدخل طب. دخل طب وسمع نصيحة الوالد. أول سنة طبعا الإنسان في مرحله دراسية لما يكون متفوق يدخل كلية الطب أحيانا تجيله صدمة، كتب لا تنتهي وبلغة إنجليزية بحتة، كانت تجيله كوابيس. ينام يرجع، ما كان ينام العصر بعد كلية الطب، كان يرجع في طبعا كلية الطب جامعة الملك سعود في الرياض، يرجع تعبان وينام العصرية. فكر كم مرة أنه يترك الدراسة، كانت جدا صعبة، لكن زملائه قالوا له بس كمل، كمل السنة، أول ترم يحقق 5 من 5. قالوا له انتهى الموضوع، لازم تكمل دراستك. السنة الأولى كانت رياضيات وأشياء نظرية، كانت متعبة نوعا ما. السنة الثانية بدأ يدخل في تخصص الطب، بدأ عشقه لهذه المادة. في السنة الخامسة، في السنة الخامسة يوم من الأيام في رمضان يفطر، طبعا كان تقديره 4.1 من 5، يعني 4.1 من 5 كان جيد جدا. لكن في يوم من أيام رمضان حصلت حادثة طريفة جدا. هم على الإفطار، أخوه قبله بسنة تزوج، فهم جالسين ووالدهم بيقول إنه سبحان الله شوف كيف كان أخوكم فهد بيننا العام الماضي الآن في بيته. واللي الدكتور قال له يلا السنة جاية أنا، والده بيقول ليش السنة جاية خليها الآن، قال له يلا براسك اليوم اليوم. بيسأل قال له عندك أحد طيب تبغى تتزوج أحد معين؟ قال له سمعت الوالدة بتقول عن واحدة. قال له مين هي؟ قال له بنت عم محمد، محمد رضا. مين محمد رضا؟ الوالد يحط يده على راسه. الضابط محمد رضا كان زميل لوالده، وقصص وحكايات كانت بينهم. الوالد ما صدق هذا المشاغب حيتزوج، تليفون على عم محمد فينك؟ ثاني يوم هم عندهم في البيت. سبحان الله لما يأتي النصيب انتهى الموضوع. يزروهم ثاني يوم بعد أسبوع قراءة فاتحة في الإجازة، الملكة خلال أسبوع واحد في نفس اليوم قرأت الفاتحة، بعد أسبوع واحد على مكة المكرمة في الحرم، عادات أهل الحجاز نوعا ما أنه الملكة تكون في الحرم، الملكة في الحرم في رمضان في نفس الشهر اللي كانوا بيفطروا فيه. في العيد حفل خاص بملكة اللي هي عقد القران، يقدم كمعيد في الجامعة، يحصل ظرف هو خلال السنة السادسة، طبعا هذا بعد تخرجه من سنة خامسة، خلال السنة السادسة قدم كمعيد. المسؤول في الجامعة المكلف قال له خلص ويصير خير، قال له بعد ما تخلص سنة سادسة تعال وقدم عشان خليك معيد. تعين واحد معاه في نفس السنة، وتعين واحد آخر، هم كانوا بس في مجالين موقعين بس الخاليين الشاغرين للمعيدين، وتم تعيين واحد ثاني يخلص بعدهم، يعني حتى ما يخلص معاهم. الآن شفت نفسك في موقف حرج، شفت نفسك إنه أنت أحق، أنت إنسان قدمت وأنت متخرج قبل، إيش السبب اللي خليني ما أتظلم؟ راح للعميد اللي بعده فقال له أنا صار معايا كذا وكذا وكذا، هذا إنسان تخرج معايا وأخذ الموقع، أنا إنسان متفوق وحاصل معايا كذا، هذه نتائجي، نتائجي تتحدث عني. وفي الموقع الثاني أو الوظيفة الشاغرة الثانية كمعيد محجوزة لأحد لسه ما تخرج بعدنا، لم يأتي بنتيجة. فتم مكالمة الدكتور المشاري،
دكتور المشاري إنسان عادل، إنسان عضو مجلس شورى الآن، وهذه طبعا تحية ونرفع القبعة احتراما وتقديرا، لأن مجلس الشورى يختار ناس فعلا ليس فيهم مجاملات وناس عادلين. يروح شهر العسل بعد زواجه، تزوج في نهاية السنة السادسة قبل الامتياز، في شهر العسل يجي له اتصال من الجامعة، تفضل أوراق تعيينك جاهزة، الظرف مكتوب عليه خاص من الدكتور المشاري، السكرتير يمشي معه شخصيا، في يوم واحد تنتهي الإجراءات. الرياضة، كيف الجمباز أعطاه ثقة في نفسه، المشاركات، الخروج مع الناس، كيف بعدها الإنجاز، كيف لا تحكم على شكل إنسان مهما كان مظهره، احكم على إنجازاته وعلى تفكيره، كيف إنسان يوفق بين دراسته وبين خروجه مع أصدقائه ولعب البلوت والتمشيات. أنا ضد لعبة البلوت شخصيا، ما أعرف أني حواجه معارضة في هذا الموضوع، لكن الشاهد من الموضوع كيف ممكن إنسان يثبت لك أنه أنا ألعب بلوت وأخرج وأتمشى وأجلس جلسة. فاتصل بالدكتور المشاري اللي وقف معاه وقفة رجال، انتصر لظلمه، وقال له دكتور مشاري بكل صراحة وبكل أمانة، أم القرى أعطوني عرض أنه أول ما أقبل سيبتعثوني للخارج. قال له أنت في جامعة الملك سعود ستأخذ عام كامل ثم تبتعث للخارج، فقرر. إنسان طبعا نتعلم حكمتين، المنصب كمعيد في جامعة الملك سعود، في جامعة أم القرى يقرر البدء بعد شهرين بالضبط، يراسل جامعات في كندا، يذهب إلى كندا، مقرر له 3 مقابلات. في أول يوم وصوله لكندا زوجته تضع مولوده الأول، ففي المقابلة يقول لهم أنه زوجتي ولدت، أنا باقي لي مقابلتين أو يومين عشان أرجع. قالوا له أنا متزوج، العادات الإسلامية، الصيام، الذهاب مع الزوجة، عدم الشرب، المسكرات، طبعا هذه أشياء ممكن تكون طبيعية جائزة في دينهم مع احترام للجميع الأديان. إنسان كيف حافظ على نفسه، حافظ على إنجازاته، حافظ على مبادئه، كيف اختيار الزوجة اللي كان يعني أغلب المقابلة والبحث عن القبول في مجال العقم والذكورة. إيش صار بعد القبول؟ بعد القبول يتعلم من الأفضل، ابدأ حيث انتهى الآخرون. مرة أخرى، خطوات النجاح، التواضع، قدوة. أنت تبغى تدخل في تخصص، شوف أفضل إنسان في العالم ممكن يفيدك في هذا التخصص، من كان عراب أطفال الأنابيب، أحد أشهر أطباء العالم دكتور فيلوس. لما يكون عندك إصرار، لما يكون عندك قابلية، لما يكون عندك هدف واضح، كل إنسان حولك حيشجعك، مهما قابلت من تحديات حتوصل لهدفك أكيد. دكتور فيلوس لما شاف الحماس في قلب هذا الطالب السعودي، وهو إنسان كندي مسيحي يعامله كأحد أبنائه، دكتور فيلوس السي في أو السيرة الذاتية فيها 62 صفحة، 280 بحث، أكثر من 600 محاضرة عالمية، بكل تواضع وبكل احترام يعامل هذا الطالب كابن من أبنائه. زوجته تأخذ أولاده، دكتور فواز طبعا بعد ما بدأوا يكبروا وصلوا المرحلة الابتدائية، التنشئة مهمة جدا، فقرروا أنهم يرجعوا إلى المملكة. كل نهاية أسبوع دكتور فواز عند دكتور فيلوس في منزله، يعامله كابنه، زوجته في مقام أم دكتور فواز، أبنائه يتعاملون كإخوان. بحثين في 5 سنوات مع الدكتور فيلوس، من 10 إلى 12 بحث علمي في مجالات طبية، في مجلات طبية، يكتب 3 فصول الدكتور فواز من كتب، ولا يزال بحث قيد العمل الآن. بعد التخرج، بعد التخصص، بعد معاشرة أفضل الأطباء في العالم في هذا المجال، يتخصص في المجال الثالث. قلائل جدا من الأطباء من يتخصص في أكثر من تخصص، الحمل الحرج، العقم، والآن التجميل في الولايات المتحدة الأمريكية، بين الولايات المتحدة الأمريكية وأنتاريو في كندا، شد البطن، البوتوكس،
العمليات التجميلية، يأخذ الزمالة الكندية مع أحد أشهر الأطباء الدكتور بوب ريتشارد. فطاحلة العلم، فطاحلة العالم، يتعلم منهم الدكتور فواز التعامل الإنساني قبل أن يتعلم منهم العلم. الحمل الحرج، أحد أشهر أطباء الحمل الحرج، تكلمنا عن العقم والدكتور فيلوس، أحد أشهر أطباء الحمل الحرج في العالم هو يوناني، يسمونه عراب الحمل الحرج في العالم. إنسان مع الدكتور اليوناني قالوا لا هو مشغول، قرر لا شيء مستحيل، ما في شيء يوقف في طريقك إذا عندك هدف. قاعدة الدكتور فواز أنه يذهب للأفضل في العالم، يتعلم من الأفضل ويبدأ حيث انتهى الآخرون. يقرر أنه يرسل إيميل مباشرة للدكتور اليوناني. الدكتور يقول له حتى لو تبغى سنتين أنا ممكن أجلس معك تشتغل معايا لو لمدة سنتين. تخيل الانشغال، تخيل إنسان في هذا المنصب، في هذه الشهرة العالمية، ويجد وقت ليعلم طبيب سعودي يعتبر أجنبي كيفية التعامل مع الآخرين، كيفية التعامل مع الأديان الأخرى، مع الجنسيات الأخرى، الاحترام المتبادل، تقدير من لديه الرغبة والعلم، الفرصة، سهولة الوصول. هل لديك سهولة الوصول إلى مديريك؟ هل لديك سهولة الوصول إلى كل ما تريد في المكان الذي أنت فيه؟ يتعامل بعدها مع مخترعة جهاز الـ 3D 4D الألترا ساوند، مخترعة عالمية، يعمل معها في خلال شهرين، يقترح عليها اقتراحات، تتفاجأ باقتراحات هذا الشاب السعودي وتبدي انبهارها بهذا الاختراع، بهذه الاقتراحات، وترسل له خطاب مخترعة، ترسل خطاب لطبيب سعودي تقول فيه تعلمت من فواز أشياء لم أكن أعلمها. إنسانة كانت عشوائية، عرفنا أمس شخصيات الناس في منهم منظمين وعشوائيين، إنسانة كانت قمة في العشوائية، تتحدث مع اثنين وتراسل إيميلات، فكان يتوقع أنه ما هي معطيتني اهتمام، لكن هذه طبيعة الناس، كيف نتعرف على شخصيات الناس ونبدع في التعامل معهم. هذه الإنسانة تقبل الرأي الآخر، مخترعة مكرمة في محافل عدة، تعطيه الثقة أنه يدرب الطلاب اللي يجوا يتعاملوا مع هذا الجهاز. شاب سعودي يدرب طلاب أجانب في بلاد الغرب. كيف ممكن أنت تكون إنسان ترفع اسم بلدك؟ هنعرف باقي مفاتيح النجاح وحياة الدكتور فواز اليومية، الميادين الخمسة، كيف يفكر، كيف وصل، إيش الإنجاز اللي تحقق لأول مرة في المملكة العربية السعودية، إيش النسبة اللي وصلت في العقم والذكورة اللي لم تحقق في العالم إلا على مراكز تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة. قبل ما ندخل مع الدكتور مباشرة طبعا أضاء الاستوديو، كيف كانت خطوات، كيف كانت العبر اللي نأخذها من هذه القصة، كيف لما رجع إلى الوطن، كيف لما بدأ يبحث عن بيئة عمل فيها نفس التفكير، بيئة عمل تحترم المهنة، بيئة عمل تعطي الفرصة، بيئة عمل تحترم المريض بشكل أول، بيئة عمل تنشر العلم. كيف الإنسان اللي كان يواجه وكان يقوم ضد الدكتور فواز في كندا، كيف راح مؤتمر ويسير جنبا إلى جنب في لاس فيغاس وفي فلوريدا إلى جانب فيلوس، فيلوس أحد أشهر الأطباء العالميين يمشي إلى جواره طالبه النجيب. دكتور فواز على صدره 4 ستيكرز، أنه متحدث وأنه عضو جديد وأنه حائز على جائزة. طبعا فيلوس صدره مليء بالاستيكرات. كيف أحد الأطباء اللي كان في كندا يقف ضد الدكتور فواز، كيف تفاجأ ويقول له أنت فعلتها؟ كيف لما يكون عندك هدف ممكن توصل له بأي طريقة؟ كيف ممكن ما تستسلم؟ درس تعلمه الدكتور فواز في الخارج في أول سنة في كندا،
طبعا ممنوع الفحص الداخلي إلا بوجود الاستشاري. لكن العمليات، تخيل إنه طالب سعودي متخرج من المملكة العربية السعودية يصل إلى كندا، في أول يوم يدخل غرفة العمليات الطبيب يعطيه المشرط ويقول له أبدأ، قال له أبدأ، يقول له كات شق. كيف مقارنة بما أماكن أخرى لا تعطي الطبيب المشرط إلا بعد 4 سنوات من وجوده في العمليات؟ كيف إعطاء الثقة؟ كيف زرع الثقة؟ أنت موجود كاستشاري، أنت ممكن تتصرف. كيف تعطي هذا الشاب الثقة وكيف ممكن يوصل وينجز؟ كيف لما تكتشف خطأ طبي من طبيب آخر؟ أحد المواقف، طبيب يكتشف خطأ طبي بسيط، ينهي هذا الخطأ ويعالج الإمرأة المريضة، ولا يعني الخطأ انتهى، المرض تعالج، الإفرازات انتهت، قال لها المشكلة انتهت، الآن أنت بخير. ما قال لها إنه والله هذا الطبيب اللي قبلك اللي رحتي له ما يفهم، وشوفي إيش سوالك مشكلة. كيف أخلاق العمل، أخلاقياته، كيف ممكن نيتك تكون صافية؟ وكيف السؤال اللي سأله الدكتور فواز لهذا الطبيب، قال له طب أنت أنهيت مشكلة كانت واضحة بخطأ طبي كان واضح من الطبيب الآخر؟ قال له أكيد أخطأ، وأنا أعرف هذا الطبيب، أتواصل معه وحقول له ينتبه لا يتكرر منه هذا الغلط، كل إنسان ممكن يغلط. الأخلاقيات هي الأشياء الأولى التي علمها الدكتور فواز قبل ما يتعلم العلم. الآن إنجازات، كيف بدأت؟ أحد أقل المراكز في العالم اللي تحصل على نتائج في الـ IVF In Vitro Fertilization اللي هي أطفال الأنابيب بنسبة تصل إلى 61% من النجاح. المعدل الطبيعي، حالات الحمل الطبيعية تصل إلى 20% تقريبا، أن تصل إلى 61% في النجاح حالات أطفال أنابيب هذا إنجاز. كيف بدأ المركز؟ كيف أسس المركز في أي مستشفى؟ كيف لما ممكن أي مركز عالمي تحصل منه غلطة، كيف تتدارك هذه الغلطات؟ كيف الآن يتعامل مع طلابه وهو يدرس في جامعة أم القرى؟ أسلوب التعامل، أخلاقيات العمل، العلاقة بالطالب، كيف تكون علاقة أخ بأخيه؟ كيف تكون علاقة أب بأبنائه؟ نبدأ بعد الأغنية الأخيرة ونتحدث مباشرة للطبيب السعودي اللي حقق إنجازات عالمية. ما هو الإنجاز اللي تحقق لأول مرة في العالم هنا في المملكة العربية السعودية؟ حنعرف الإنجاز وحنعرف الخطوات وحنعرف أنه ما في شيء مستحيل، وكيف تتعلم من الأفضل. ما من قصة نجاح طبيب سعودي يصل إلى العالمية بإنجازاته، يحصل على جوائز عالمية، لا يقف شيء في طريقه، إذا ظلم ينتصر لنفسه، يتخطى الحدود. معنا في الاستوديو الدكتور فواز إدريس. دكتور فواز، يعني شكرا، أتعلمت الكثير بالأمس بصراحة من هذه القصة، إنه كيف الإنسان يبحث عن الأفضل في العالم، مو حتى في مجال يعني في بلده، في العالم أجمع. نبدأ بالميادين الخمسة اللي بنتعلم منها. هل لازلت بعد كل هذه الشهادات والاحتكاك بأفضل الشخصيات الناجحة في العالم في تخصصات اللي اخترتها، في 3 تخصصات مختلفة، تجميل وطب الحرج أو الحمل الحرج وأطفال الأنابيب والعقم، كيف لازال يتطور؟ كيف لسه الميدان العقلي؟ كيف تغذي عقلك حاليا؟ السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء طبعا أحيي حضرتك والمستمعين كلهم، الله يحييك. طبعا أنا ما حضرت الجزء الأول من البرنامج، فأنا ما أدري أنت إيش قلت بالضبط. شهرنا بكل الأخطاء اللي صارت في المراهقة، لكن يعني أنا سمعت الجزء الأخير، وأنا اللي أبغى أقوله هنا على الهواء إنه فواز أقل بكثير كثير كثير مما وصف. هذا الدرس اللي تعلمناه مرة ثانية من الناجحين، تواضع. لا من جد والله، يعني أول شيء أنا أبغى أقول حاجة حتى ثانية. يمكن أول ما سمعت عن فكرة البرنامج
يعني ما كنت مرتاح. يعني ناس هتتكلم على علي وإيش سويت وإيش عملت، وبعدين أنت قلت لي هنستضيفك وهتتكلم شوية، حاس حرج، ماني مرتاح، مو حلو الواحد يتكلم. لكن عجبتني الفكرة إنه يعني إذا كان الغاية والغرض إنه الواحد يعطي قدوة للآخرين، يستفيد حتى منهم ويشجع الآخرين، هذا اللي شجعني على البرنامج. لكن إلى الآن أنا أحس كده في حرج شوية من الواحد يعني بيسمع كلام عن نفسه وجالس يتكلم على نفسه، فأنا أعتذر والله من جميع المستمعين على هذا الموضوع. في مقولة معليش المقاطعة، لك إذا تحدثت إنجازاتك عن نفسها فلا تقاطعها، لا تعتبر الكلام عن نفسك، خلينا نتكلم عن الإنجازات. يعني الإنجازات اللي تحققت الآن، إنجاز يتحقق لأول مرة في المملكة على مستوى العالم، أول حالة لأربع أجنة في رحم واحد تصل إلى الشهر التاسع، إلى بداية الشهر التاسع. أقصى حالة وصلت إلى 34 أسبوع، هذا في العالم، عالميا سجلت. هنا في المملكة وصلت الحالة إلى 36 أسبوع في بداية الشهر التاسع. ولدت هذه الأجنة الأربعة أطفال أصحاء بدون حضانة، جلسوا 3 أيام في المستشفى بشكل طبيعي مثلها زي أي ولادة طبيعية، وخرجوا إلى منازلهم، والآن أطفال أصحاء الحمد لله كلهم الأربعة. يعني الدقة في العمل، وصولك، اختيارك للتوقيت الأفضل للتبويض، حتى لو كان يوم إجازتك يوم الجمعة، إذا شفت التبويض الأفضل ممكن تمد إلى السبت، لكن أنت تحرص على الإتقان في العمل. نرجع مرة ثانية بس للسؤال حق كيف أطور نفسي، كيف لازلت الآن تتطور، هل لازلت تدرس؟ وطبعا الإنسان يعني أنا أنظر لنفسي أني جاهل، أنا أعتقد كل هذا؟ طبعا الواحد يعني يتعلم كل يوم، وعمر الواحد ما يقدر ينتصر على العلم، العلم دائما هو المنتصر، سباق أكيد. والواحد يعني مع أنه هو عارف أنه خسران في النهاية، لكن ما يمنع أنه الواحد يحاول ويحاول يواكب الوقت والعصر، يحاول يطور نفسه، يتعلم أكثر وأكثر. فإحنا بنتعلم كل يوم من الدنيا، من الحياة، من مرضانا، من أصحابنا، من زملائنا، ومن طبعا القراءات اللي الواحد لازم يكون يعني مستمر فيها، والبحوث والشغلات هذه. الميدان البدني كيف لا زال الدكتور فواز يحافظ على رشاقه؟ بلاش فضائح يعني اللي يعرفني مظبوط يقول ما في هذا. لا ما شاء الله، مقارنة بالكثير في هذه المرحلة يعني تعتبر مانيكان. هو طبعا يعني يمكن ساعات العمل الكثيرة ما تخليك تاكل، يعني انا الممرضات يسحبوني سحب ويجيبوا لي سندويتش ويقعدوني يقولوا لي يلا كل الان. ساعات الواحد يعني مع زحمة الشغل وزي كذا بينشغل، بينسى نفسه شوية. ساعات الواحد أنا هنا بعتذر على الهواء مباشرة لأهلي والأسرتي ولزوجتي والأولادي والوالدية طبعا في تقصيري معهم. هذول حنجلس لهم كذا فقرة خاصة، يعني الإنجازات، أسلوب الكلام، النبرة اللي كنت تتكلم فيها بالأمس عن زوجتك وعن الوالد والوالدة تستحق أنها فقرة تكون خاصة فيهم، يعني حتى ما أبغى أحرقها بصراحة. هي طبعا بدورهم كبير، بس هو طبعا عشان بس جات المناسبة أنا يعني كنت بعتذر لهم، لأنه الواحد صحيح مشغول طول الوقت وكذا، فهذا يمكن اللي مساعد على الرشاق إنه ما بتلقى وقت تأكل فيه يعني، لكن الحمد لله. هنرجع بعد الإعلان ونسمع الميدان المالي وميدان الوقت، هل في مخطط لدخلك المالي؟ هل تستثمر؟ هل توفر؟ أنا رأيي نسأل المدام، لأنه أنا برا اللعبة هذه كلها. يعني أنا أعتبر نفسي في الناحية المادية ضعيف جدا من ناحية الشطارة والذكاء. يعني أنا أفتكر لما كنا في كندا الشباب كلهم دخلوا سوق الأسهم ذيك الأيام ويكلموني يا فواز الأسهم يا فواز، بس أنا ما أفهم في الشغلات هذه. وفي اليوم اللي قررت فيه الحمد لله أني أدخل سوق الأسهم، طبعا أسبوع واحد وطاح السوق فأنا خلاص رفعت يدي وقلت أنا ماني حق لا تجارة ولا حق هذه الشغلات. طبعا الآن طبعا نرجع نقول إنه دور الزوجة، زوجتي اللي يعني ما أدري، أنا يمكن
أولام على أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب يعني. على هذا المبدأ أنا على هذا المبدأ الحمد لله يعني لا حد يستمع إلى المبدأ ممكن هو بيتصرف فيه بس ما هو قاعدة يعني. لا أنا أشوف أنا مقتنع بحاجة واحدة أنا يعني أنا أعتقد أنه يعني حتى شيء أو بلاش نقول دي الكلمة خلينا نتكلم على نفسنا أحسن بلاش نتكلم على أشياء أكبر من كذا لكن أنا أعتقد ثلث دخل الإنسان مفروض يعني يهتم بتعليم الأولاد الله. والثلث الثاني بصحتهم وبرياضتهم وبالنواحي الصحية والشغلات دي والثلث الثالث ده هو اللي يحاول يبني لهم بيه المستقبل لكن أنا أعتقد ثلثين تصرف ما بين الصحة والبدن والرياضة وتنمية العقول والتعليم طبعا ميدان الوقت جدولك من يوم ما تصحى من النوم إلى ما ترجع تنام يعني طبعا حنتكلم على بيئة العمل وكيف تأسس وكيف كانت يعني ساعات العمل امتدت إلى 16 ساعة في بداية التأسيس لكن جدولك اليومي حاليا والله الجدول سيء ترى يعني فأنا ما زي ما قلت لك أنت ما ديش قلت في أول حلقة لكن خلينا نتكلم الآن أنا الجدول مشغول طبعا طول الوقت يعني أصحى للصباح بيكون التزامنا بالجامعة طبعا بنروح لتدريسنا والتزامنا مع الجامعة بعد كده في مكة نعم وبعد كده يعني بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي بحط خطين تحت هذه فبالواحد فبنروح على بروح على المستشفى اللي هي المركز الطبي الدولي وبيكون هناك عملي طبعا انا بعمل تقريبا طول ما انا صاحي انا بعمل الله قد ما اقدر طبعا يعني انا اشوف اولادي صراحه وهذا الشيء اللي انا يعني اعتذر لهم فيه وانا ما ابغى هذا الشيء يكون بالعكس انا ما بقوله بفخر بالعكس يمكن انا ابغى استفيد انه اعدل من وقتي وانصح الاخرين لا تسووا زي كذا يعني انا اشوف اولادي والله يوم الخميس ونص الجمعه زوجتي اشوفها الساعه 11 12 في الليل هي طبعا تنام بدري بس طبعا انا خربتها فصارت تسهر من بعد 12 تجلس معايا الساعتين اللي ارجعها في البيت ف يعني الجدول مشغول يمكن لما كنت بتكلمني على الرياضه والمحافظه بقول لك انا ايام كندا كنت اروح 3 ايام في الاسبوع على الاقل للنادي هذا مع وجود العمل ووجود الدراسه ووجود الزوجه والابناء كنت تلاقي الوقت ايوه لكن هنا ما ادري هي الحياه سريعه هو يمكن عشان يمكن هنا رجعت وصارت التزاماتي اكبر او صار يعني الواحد بيعمل وزي كذا فهنا انا في 3 سنين ونص للاسف ما رحت النادي ولا يوم واحد احنا حنجيب النوادي الى داخل البيوت ان شاء الله قلت لك على الفكره بس خليها سريه الى ان تاتي ان شاء الله لجميع المستمعين إن شاء الله. ميدان العلاقات ميدان المهم جدا في حياة كل إنسان كيف هذا الميدان فتح أبواب كثيرة للدكتور فواز كيف كانت سبب من أسباب نجاحك طبعا هذا أهم باب طبعا الواحد يعني ما وصل للي وصل لي إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى طبعا كلنا مؤمنين إن شاء الله أنا كنت لسه فاكر أو تحمل وبعضها أقول هذه ما أظن حتحمل وما تحمل وصلت أيوة وصلت لدي الدرجة بعد كده قلت لك فاكر لما قلت لك يمكن هي عين ولا هي وعك ولا هي الواحد صحي على نفسه جاتني وعك ليست خبرتك هي قدرة الله لا هذول طبعا هذول بعض الناس زي ما تفضلت يعني في بعض الناس عندهم أجنة ضعيفة وكنت يعني والله أنا رجع لهم حزين عليهم يعني أقول يا الله مساكين ما حيحملوا ربك يشاء وتحمل فلا شوف قدرة الله سبحانه وتعالى فالإنسان لازم يقوي علاقته بالله سبحانه وتعالى المريضة الأخرى اللي جلست سنين وأعطيتها الجرعة العالية وأنت متوقع أنه ما حيصير وبعدها هذه طبعا هذه طبعا أنا أستخدمها كمثل طبعا في حالات زي كده في يعني قرأ عنها في الكتب وكده والواحد يعني لكن تسمع عن حالات قليلة زي كده فأنا مرت علي واحدة من دي الحالات وأنا أستخدمها كمثل لفتح باب الأمل للناس يعني هذه المريضة طبعا هرجع أقول فتح باب الأمل بدون ما تعطيهم أمل كاذب هذا شيء مهم جدا يعني أنا حريص دائما في إن شاء الله في عملي وهذه برضو رسالة ما أدري أنا كلامي شوية ملخبط يا جماعة بس أنا في كلام يعني نفسي أقوله أنا يعني أتمنى كل إنسان يخلص في عمله أنا ما بدعي الإخلاص لا لكن أنا أتمنى كل إنسان يخلص في عمله أنا متأكد لو كل إنسان يخلص في عمله
المدير والبواب والمزارع والدكتور والمهندس الدنيا حتكون بخير. فيعني أرجع أقول يعني الإنسان يخلص في عمله يكون صادق مع الناس. فطبعا أنا الحالات اللي تكون أنا ما أتوقع أنها يعني حالتها صعبة أقول لها. فطبعا هذه جاتني واحدة كان عندها فشل في المبايض في أختي ما أنصحك. قالت لي دكتور أبغى أجرب. قلت لها والله ما ينفع. قالت لي أبغى أجرب. قلت لها حتضيع فلوسك ووقتك. قالت لي أبغى أجرب. قلت طيب خلاص مدام فاهمة ومستوعبة وأنا قدام الله سبحانه وتعالى نصحتك أنا أسوي لك اللي تبغي ما عندي مشكلة. فطبعا بديت عملية التنشيط عشان نسوي لها أطفال أنابيب لو استجابت. قلت لها لو طلعت بويضة واحدة حتى على الأقل حنسوي لك أطفال أنابيب. فطبعا أديناها منشطة ضدتها أعلى جرعة ممكنة 600. اللي هي 600 طبعا يونت. هذه فاني هذا كان يعني درس تاني وثالث وعاشر الواحد يشوفه على قدرة الله سبحانه وتعالى. تتقن عملك وترك مشيئة الله عز وجل وكون صادق. يعني أتقن عملك لكن كون صادق مع الناس دولة. ما تعطي أمل كاذب ولكن سوي اللي عليك بحذافيره. أنا هذا الشيء في عملي. يعني شوف إحنا في عملنا الحمد لله يمكن أفتكر أمس سألتني سؤال يمكن ما عرفت أجاوبه لكن يمكن دحين لما أنت تكلمني تشوفني زعلان ولا متضايق في الشغل بس تقول لي فلانة حملة خلاص أنا الدنيا صار لونها وردي. سبحان الله ما من عمل أحب إلى الله من سرور تدخله إلى قلب مسلم. هنعرف باقي العلاقات الأخرى يعني الوالد والوالدة الزوجة اللي أمس تكلمنا معظم الوقت عنها بصراحة. يعني معرفة الشخصيات اللي تعلمنا عليها أمس تورينا الفرق بين الشخصيات وكيف تتكامل الشخصية لما إنسان يكون في نوع من العشوائية وإنسان معه منظمة كيف تتكامل الحياة كيف تبدع شخصية الأطفال. رجعنا لكم مرة ثانية بقصة أخرى تقول إنه في إنجازات ونجاحات ودعم نفسي ومعنوي من الناس اللي تخرجوا من الخارج. ليش في عادات وتقاليد أخرى أو عقبات تضع أمام من هم في داخل البلد؟ أنا رد شخصي لو تسمحوا لي ردي الشخصي إنه كل إنسان ممكن يعتني بنفسه. كل إنسان لو حط تركيزه في مجاله لا تأبه لأراء الآخرين. أي إنسان يعطيك رأي هذا إنسان مر بظروف مر بطفولة كيف ممكن تكون الطفولة فيها مشاكل مر بعقبات. أنت حققت إنجاز هو ما قدر يحققه. أنت وصلت لحلم هو كان يحلم فيه وما تحرك إليه. ليش أخلي رأي الإنسان فيه يعيقني عن وصول الهدفي؟ إذا أردت أن تحلق مع الصقور فلا تضيع وقتك مع الدجاج. إذا كان هذا يعتبر من الدجاج خليه أنت حلق. اسمع قصص الناس الناجحين شوف النجاحات. الآن الدكتور فواز مر بعقبات من الجامعة مر بعقبات في دراسته مر بعقبات عدم القبول. الآن يعني مرت 6 أشهر في كندا وهو يحاول التخصص في الهدف اللي حاول يوصله العقم. دخل تخصص آخر في انتظار يلاقي قبول في التخصص اللي كان يحلم فيه. 6 شهور مضت وكان معصب وكان يبغى يرتصح ويرجع يلاقي مكان ثاني في بريطانيا. كل مشكلة تنتهي. هذه رسالة للملك الغامض اللي يقول إذا شعرت أنك فقدت السيطرة على حياتك كيف أعيد السيطرة. اعتبر كل يوم الماستر بيس حقك. اعتبر كأنه ما في أي شيء أي مشكلة مرت عليك وابدأ من الآن. ابدأ الآن اكتب خططك اكتب أهدافك فين تبغى توصل وحتوصل لهدفك وتوصل لشيء ما كنت تتخيله. هل كان يتخيل الدكتور فواز انه في فترة 6 أشهر اللي ما كان لاقي فيها قبول انه حيرجع يحقق انجازات عالمية داخل المملكة؟ انت اصنع بيئة العمل والبيئة الناس المحيطين بك. اختر الناس المحيطة الناجحين اللي حولك. دكتور فواز حنتعرف معاه على علاقته بالوالد والوالدة وعلاقته بزوجته وابنائه علاقته في بيئة العمل في المستشفى ومع طلابه في الجامعة. كيف مسمينه دكتور كول في الفيسبوك لما دخلنا نتفرج على الصور والتعليقات. كيف علاقته كانت بالعقبات اللي مرت عليه في الجامعات وكيف الآن علاقته هو مع طلابه. دكتور فواز علاقة مع الوالد والوالدة. الوالد اللي تدخل شخصيا في موضوع القبول وانت رب أسرة وما شاء الله إنسان بتحقق إنجازات. والدك ناس يقولوا يدخل أبوه في الموضوع أنا عن نفسي أشوفه شرف. يعني بصراحة يعني إنسان عقيد برتبة عرف يعقد العزم أنه ما يستسلم يسعى في هدفك. طبعا الواحد مهما أتكلم أو قال في حق والدينه ما حيعطيهم ولا شيء. يعني ولا شيء. يعني أنا أقل شيء
ما أدري ما أقدر أعد صراحة، لكن وقفة يعني حب وعطف الوالدة ودعائها لنا طول الوقت وتشجيعها من ناحية الوالد وتقويمه لنا ومحافظته علينا وتشجيعه من صغرنا طبعا إلى الآن، إلى زي ما تفضلت يعني إلى مرحلة الجامعة الوالد يعني ما يلقى حاجز، كان افتكر هذيك الايام يطلع من الرياض لجد لمكه بالسياره على اساس يروح يخلص لي موضوعي هذا، وغيره وغيره الى اليوم. طبعا من النكت اللي يعني يمكن بعض الحوامل لما يولدوا طبعا بعضهم يقولوا اه الحمد لله انتهت المشكله او يعني خلصنا ايوه، فانا اقول لهم دائما انتم دوبكم بديتوا، لاني دحين انا عارف انه طبعا الواحد لما بيكبر وبيجي له اولاد بيبدا يعرف انه الاولاد ومشاكلهم وكذا ما هي بس على الحمل، لما يولدوا لما يكبروا لما بكره يتزوجوا ويخلفوا يعني الى الان الى اليوم الى بكره انا بعتمد على والدي في اشياء كثير، وهم بيساعدوني ويوقفوا جنبي هذا الشيء، يعني دعوه منهم بالدنيا، وطبعا وقفاتهم الاخرى لا تعد ولا تحصى. الزوجه الانسان اللي جلست تتكلم عاد هذه تنهيده كمان طبعاً قبل الكلام في طبعاً. كندا كيف كانت موفرت لك البيئه انك تبدع وتكون الاب الوحيد؟ كيف كنت مسلم امرك راجع وعارف انه في انسانه تمسك زمام الامور؟ كيف بتقول انه انت لا شيء بدون زوجتك؟ طبعا زوجتي فكريه رضا، فكريه محمد رضا. نعم يعني لو انا انقصها او انقصها شيء من حقها، انا انسان اكون يعني لا استحق ولا شيء، لانه طبعا برا طبعا. وهذا برضو تعليق جانبي على الاخ اللي سال انه برا بتعطي فرص. صحيح انا ما انكر برا في فرص وفي مساعدات وكذا، بس ترى برا لا تخيل الحياه، ترى ما هي سهله بالشكل ده. الحياه صعبه وشفنا ايام صعبه، وتشوف ناس برضو في العنصريه موجوده في كل مكان، والصعوبات موجوده في كل مكان، والناس والتحديات وكل شيء موجود في كل مكان. فهذا بس للأخ السائل، إنه الواحد الصعوبة في كل مكان، الإنسان زي ما تفضلت يا مستشار إنه لازم إنه يوفر لنفسه. طبعا بالنسبة لزوجتي فكرية again زي عديلة، أنا أقول بدونها أنا ما أسوى شيء يعني. في كندا زوجتي اللي كانت تقضي وتودي الأولاد الديكير وتديهم المدارس وتخرجهم وتمشيهم، وأنا ما بين الدوام في المستشفى والمذاكرة في الليل، ففي الصباح المستشفى وفي الليل أذاكر. تذاكر طبعا لازم تنمي معلوماتك وتقرأ على الحالات اللي بتشوفها عشان تتعلمها وتفهمها وكذا. طبعا بعد ما رجعنا يبقى الحال على ما هو عليه، طبعا كانت متعشمة انه لما نرجع حامسك انا المسؤولية، لكن الى الان انا اقول يعني اللي بيربي الاولاد وبيهتم بدراستهم وبامور البيت وبكل حاجة صراحة زوجتي. الله. انا يعني والحمد لله يعني زوجتي متفاهمة وطبيعة عملي وهذا. يمكن انا قلت اول انه ترى يعني ما بعطي مثل أو قدوة غلط إنه لا تعطي، بالعكس لازم تعطي لأولادك وقت ولزوجتك وقت وكذا. في المقابل ترى في سعادة لما أنا بأعطي وقتي للمرضى، وبالذات لما بتساعد الناس وكذا بتحس ترى بمتعة كبيرة. والحمد لله زوجتي أنا أعتقد إنها قدرت تستطعم حلاوة الشيء هذا، لأن لو ما كانت ما حتكون سبورتيف لي أو ما حتكون هذا. في دقيقتين ونصف طيب أمامنا بيئة العمل، نعم، اللي الراحة النفسية اللي أنت كنت تبحث عنها، نعم، بيئة العمل المشابهة لبيئة العمل الأخلاقية اللي نعم في الخارج، وبيئة العمل مع طلابك. سبحان الله، يعني كيف بدأت تعكس علاقتك مع فيلاس وباقي الأطباء والمخترعة حقة الجهاز الألتراساوند، وكيف نعم علاقة المعلم بالتلميذ؟ نعم أنا طبعا الحمد لله إن شاء الله يعني أتمنى كده طلابي يعني زي ما أنا حوصفهم الآن. أنا بالنسبة لي طلابي هم أصحابي، أنا أمزح وأضحك معاهم وأخرج، ولو عزموني على استراحة أروح ونلعب بلوت وما عندنا مشكلة. بالعكس أنا علاقتي بهم إن شاء الله قريبة جدا، يتريقوا شوي علي في الفيسبوك ما في مشكلة، نضحك ونمزح ما في أي مشكلة. أنا عشان بتصور يعني كلمة التريق، وأنا بتصور مع بعض الأطفال اللي يعني بيولدوا معانا،
فواحد من الشباب ذاك اليوم ماسك عروستين لعبة ومتصور وبيقول لهم هذا يفكركم بمين ومنزلها عندي على الوول في الفيسبوك. طبعا بالنسبة لبيئة العمل طبعا الحمد لله الواحد في يعني نطاق أكاديمي جامعة أم القرى بتديني الفرصة إنه أنا أخرج جزء من الشيء اللي أنا نفسي أعلم الطلاب زي اللي أنا تعلمته زي ما تفضلت. أبغى أعلم الناس، أبغى أعلم الطلاب، أبغى الطلاب بكرة دول يكبروا ويعلموا غيرهم. فالحمد لله هذه الفرصة عندي، لكن كان دائما عندي هاجس فين برضو المكان اللي برضو يعني هاشتغل فيه غير الجامعة. طبعا أطالع لوضع البلد وما أقصد شيء، بالعكس أتمنى أنه انه الوضع من احسن الى احسن او من حسن الى احسن ان شاء الله. فطبعا اطالع في الوضع اقول والله ما عارف فين حاشتغل. فجيت وقابلت الدكتور وليد فتاحي، طبعا الحائز على جائزه افضل CEO في مجال طبي واكثر. والله انا 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 بالنسبه لي وليد إذا رو موديل يعني الله. قدوتي يعني او احد قدواتي، لانه زي ما تفضلت عندي فيلوس وعندي اخرين، لكن وليد يعني أنا ما كنت أعرف ترى وليد قبل ما أجي السعودية نهائيا. وقابلته في الانترفيو لما جيت على المستشفى فقط، بس حسيت في 5 دقائق وأنا بتكلم معاه قلت هو هذا المكان اللي أنا أبغاه. إنسان في قمة التواضع، الأخلاق، احترام الآخرين، احترام المرضى، يعطيك الثقة، يعطيك السبورت، أخلاقيات عمل الإبداع الطبي. يعني بس أعطي بعد إذنك تفضل. يعني إحصائية، بدأت المركز بأربعة دكاترة كونسلتنتس يعني القسم استشاريين القسم نعم أي. وأربعة أخصائيين. الآن 12 أخصائي وستة استشاريين. بدأت بـ20 عملية ولادة تقريبا في الشهر، الآن تتجاوز 200 حالة ولادة ما شاء الله في إن شاء الله في الشهر، 260-270 ما شاء الله ما شاء الله. فالحمد لله هذا في فترة الحمد لله بسيطة. يعتبر المركز، إحنا أول ما جيت المركز الطبي الدولي كان في بداياته والحمد لله في الفترة القصيرة هذه أنا أعتقد طبعا ومؤمن مو أعتقد توفيق الله الجو حق العمل اللي هناك. يعني أنا لما أروح ترى المركز أنا أشتغل 12 ساعة في اليوم يا جماعة ما شاء الله، بس أنا لما أدخل المستشفى أحس براحة. الجو ممتاز، الزملاء، السبورت اللي بتشوفه، يعني ما في حاجة اسمه يعني الدكتور عائلة. إحنا نقعد مع بعض، أمس كان عندنا اجتماع عائلة، أنا أقول هنا وليد ما يكلمنا هو CEO أو المدير التنفيذي، لا كلنا فريق واحد، نرد عليه ويرد علينا ونتناقش وما يعجبنا رأيه ويعجبنا وهو يعلق وكذا، ونوصل في النهاية إن شاء الله لحاجة تكون فيها مصلحة المكان ومصلحة المرضى. احنا للأسف دهمنا الوقت، كنت مستمتع جدا. ابدأ حيث انتهى الآخرون، إذا تبغى تتعلم خذ قدوة، أول شيء تواضع إنك تكون متعلم، خذ أفضل القدوات في العالم، وصل الحبيب فيصل، خذ أفضل قدوة في العالم في المجال الذي تحبه، ابدأ تعلم، خلي عندك العزيمة أنه مثل ما هو وصل تستطيع أنت أن تصل. بعدها الإتقان، ابدأ لا تستسلم. في أغنية لبوب مارلي أو بوبي ماكثيرن حصلت على المركز الأول عام 1988، حازت على جائزة غرامي أورد، Don't worry be happy. أغنية بسيطة نهديها للدكتور ونحيي فيها. نبدأ حلقة جديدة بعدها بالنظارة البيضاء وأبدأوا. ما في شيء مستحيل، حقك تأخذه تصل إليه. لا تحكم على شخصية أي إنسان أمامك، احكم على إنجازاته، احكم على تصرفاته. قصة شاب مثل أي شاب آخر وصل إلى العالمية بإنجازات من المملكة العربية السعودية. دكتور فواز شرفت بمعرفتك حبيبي، أنا اللي تشرفت. ولو تسمح لي كلمة واحدة يا جماعة، الإنسان يخلص في عمله، يخاف الله، يعطي والدينه حقهم ويسوي اللي عليه وحيوصل فين ما كان، لا في كندا ولا في أي مكان، حيوصل حتى في السعودية عندنا إن شاء الله، وفي أي مكان حيوصل. شدوا حيلكم، لا تقفل، ما في شيء اسمه مستحيل نهائيا، على قول العالم اللي أنا ما أعرف شو اسمه، ما في مستحيل إلا كلمة مستحيل. الله، شكرا، إلى اللقاء.